قليلة أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أهلا وسهلا بالحضور الكرام جميعا، الإخوة في الفصائل الوطنية المجاهدة المناضلة الثابتة والصامدة والصابرة على ثرى هذه الأرض المباركة، أهلا وسهلا بكم جميعا الإخوة المحللين السياسيين، الإخوة النواب، وجميع هذا الحضور الكريم الطيب، حياكم الله ومرحبا. بداية لا بد أن نبدأ بالترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في مسيرة العودة الكبرى، يثبتون للعالم كله بأن أرضنا لا ننساها ولن ننساها على الإطلاق، وبأننا نريد أن نعيش الحياة الكريمة التي نرفع بها رؤوس أجيال فلسطين حتى نحررها بإذن الله رب العالمين. ونتمنى كذلك الشفاء العاجل لجرحانا البواسل الذين أثبتوا في كل يوم أن شعبنا فيه من القدرات والإمكانات والكفاءات والبطولات ما لا يحصى عددا ولا نوعا. كذلك لابد أن نبدأ بشكر خاص لكل من يقف معنا ويسعى إلى إسعافنا وأن نعيش الحياة الكريمة وأن نكسر هذا الحصار عن شعبنا الذي يستحق منا كل الخير. كل من يمد لشعبنا يد العون والمساعدة ويكسر عنه هذا الحصار له منا كل التقدير والاحترام. إخواننا الكرام، بداية لابد أن نشاهد هذا التقرير المصور في الفيديو ثم بعد ذلك نعود إليكم. وسوف نعطي المساعي المبذولة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل فرصة ممكنة لتحقيق الصفقة التاريخية، كل فرصة ممكنة لتحقيق الصفقة التاريخية، وسنواصلها من جانبنا بنوايا صادقة مخلصة وعقول منفتحة وإرادة قوية. التنفيذ الامني مقدس،
المقدس، وسنستمر سواء اختلفنا في السياسه او تفوق. وانا بتحدى اذا في عنده اي معلومه يعصيني انا بقوم فيها، اذا ما قم فيها هو ياتيني يقوم بها. لكن لا يعطيني معلومات يقول لي لا انا عندي معلومه انا بدي اخلصها، ترى شو نسوي هنا؟ ترى شو نسوي هنا؟ ترى شو نسوي هنا؟ وانا لا اخفي سر بالتعاون الكامل بيننا وبين الاجهزه الامنيه الاسرائيليه والاجهزه الامنيه الامريكيه. يضوي يا ابني يضوي يضوي يا حبيبي. أيها الإخوة، من أعجب العجب ومن أغرب الغرائب أن يتهم إنسان شعبه الصامد الثابت المجاهد بأنه يتنازل عن حقه ويتآمر على نفسه ويوافق على إضاعة حقوقه، وهو يصرح بهذه التصريحات الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتاج إلى تأويل ولا شرح ولا تفصيل. وهذا من أعجب الأمور التي نراها في مجتمعنا الفلسطيني. يقول كل هذا الكلام الذي لا نستطيع أن نجد له إلا وصف واحد، وهو البيع بثمن بخس للقضية والتربع على جثث الشهداء والجرحى وآهات وآلام الجرحى والاستمتاع بعذابات الأسرى وذويهم. وثيقة عباس بيلين البند الأول فيها سيصار إلى توسيع حدود المدينة الكبرى قدس لتشمل أبو ديس والعزرية وسلوان، وتستطيع السلطة الفلسطينية فيما بعد أن تتخذ من الأحياء الجديدة المستحدثة عاصمة ومركزا إداريا، عاصمة ومركزا إداريا لها يصبح اسمها القدس. هذا البند الأول في وثيقة عباس بيلين المشؤومة. أما البند الثاني، تقوم البنود الخاصة بمسألة المستوطنات في الوثيقة على فكرة تبادل الأراضي فيما يتعلق بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة، وتحديدا ذات الكثافة السكانية التي تشكل 20% من الأراضي، علما أن فكرة تبادل الأراضي استنسخت من تجربة إسرائيل مع الأردن دولة الاحتلال. فيش عندنا حاجة اسمها إسرائيل. ثالثا، اللاجئون الفلسطينيون. تدعو الوثيقة، هنا خطر كبير وكلها مخاطر، تدعو الوثيقة إلى إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وإلى إحلال هيئة دولية جديدة بدلا عنها لتتولى عملية تأهيل اللاجئين والنازحين وتأمين استيعابهم في دول وأماكن إقامتهم الحالية. هاي رئيسنا. رابعا، مصادر المياه المشتركة. تدعو الوثيقة إلى استغلال مشترك لمصادر المياه الواقعة في أراضي السلطة، وهذا الأمر يخالف ما نص عليه البند الرابع من اتفاق أوسلو. حتى اتفاق أوسلو مش عاجبه، يعني بده تنازل عن اتفاق أوسلو المشؤوم. بعيد البند هذا، تدعو الوثيقة إلى استغلال مشترك، يعني اليهود بيكون لهم حق في قطرة المياه التي تكون موجودة عندنا ومع قلتها. حدود صلاحيات الدولة الفلسطينية. أعطت الوثيقة الطرف الإسرائيلي حق اختيار صيغة السيادة
التي يجب أن تتمتع بها الدولة الفلسطينية الوليدة بأن سيادة تتطابق مع تلك التي يتمتع بها الفاتيكان، يعني دولة ليس لها علاقات خارجية وليس لها قوة وليست صاحبة قرار أساسا، أو اختيار الارتباط مع الأردن بصيغة كونفدرالية يوافق عليها الأردن، وقد تكررت كلمة الفدرالية في أكثر من مكان في الوثيقة. شبكة العلاقات العامة بسموها شبكة العلاقات العامة اللي هي بين قوسين التنسيق الأمني المدنس والمنجس، يقول تلزم الوثيقة الطرفين بالتعاون والتنسيق المشترك في القضايا الثنائية في مجالات الأمن، وهي مسألة تكررت كثيرا في هذه الوثيقة. هذه باختصار عناصر وعناوين بنود هذه الوثيقة. المتحدث الأول في هذا اليوم وفي هذا الموضوع المهم هو الدكتور سليمان أبو ستة، رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وعنده كذلك معلومات مهمة سيدلي بها في هذه المداخلة، فليتفضل. مشكورا على بركة الله. فلسطينيون لأول مرة منهم سليم سيبه
ومنهم ياسر عبدالربة ثم محمود عباس وبليل. اتفاقية عباس وبليل في أكتوبر 1995 هي تبدو باختصار إلى إلغاء حق العودة، الحق الأساس، وإنشاء شبه دويلة في غزة فيما تبقى وما تبقى من الضفة الغربية. أما القدس فتنتقل إلى قرية أبو ديس، قرية أبو علاء. كان المقصود بهذه الاتفاقية عباس وبليل هو تطبيق مباشر وفوري لاتفاقية أوسلو، اتفاقية العراق. في وقتها تحديت محمود عباس أن يعلن أن اتفاقية عباس بليل لم تحدث، فأرسل ورقة بخط يده بواسطة السيد أسعد الرحمن يقول فيها: نعم كانت هناك مفاوضات مستفيضة ولكن لم يتم التوقيع بشكل رسمي. لست أفهم أن تكون هناك مفاوضات أصلا عن إلغاء حق العودة أو عن نقل القدس، لست أفهم ذلك. كما قلت سابقا فإن إسرائيل تحاول منذ 70 عاما اجترار نفس المحاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. عام 2008 طلع علينا الجنرال الإسرائيلي جيورا أيلن بمشروعي وهو يقبل سوريا بحل الدولتين، لكن فلسطين في نظره تنتقل من الضفة إلى الأردن ومن غزة إلى سيناء. وجاء لنا الآن ترامب والفريق الصهيوني في البيت الأخير المكون من زوج ابنته كوشنر ومندوبه للشرق الأوسط جرين كارت وسفيره في إسرائيل فريدمان، وكلهم صهاينة وهم جنود إسرائيل الموكلين بمحاولة القضاء على شعب فلسطين وعلى أرضها. إذا جاءت لنا سقطة القرن، وهي ليست إلا نسخة من المحاولات الإسرائيلية التي استمرت 70 عاما، ولكن يضاف إليها الآن رشوة مالية وتهديد سياسي من الولايات المتحدة. لكنهم لن ينجحوا، لم ينجحوا خلال 70 عاما ولن ينجحوا اليوم. السؤال الآن يقع على عاتقنا: ما هو العمل؟ العمل تلك الكلمة المفقودة عند العرب. أقترح الآتي: أولا، لابد أن يكون للشعب الفلسطيني قيادة منتخبة من 13 مليون فلسطيني عن طريق انتخاب مجلس وطني جديد. لا بد من ذلك، لا مفر من ذلك. لا يمكن أن يتحدث باسمنا ويقرر مصيرنا من لم ننتخبه ومن لا نثق فيه. نصف الشعب الفلسطيني ولد بعد أوسلو المشؤومة، مستقبله في يد من اليوم؟ في مدي من هم على حافة القبر. يجب أن يكون لهؤلاء الشباب يد كبرى في تقرير مستقبلهم والدفاع عن حقوقهم. ثانيا، يجب استمرار المقاومة بكل أشكالها، ولست أعرف مكسبا وطنيا فلسطينيا حصلنا عليه إلا بالمقاومة، ابتداء من الفدائيين في الـ50ات والمقاومة المسلحة في الـ70ات وما بينهما، إلى أن وصلنا اليوم إلى مسيرات العودة الكبرى في غزة الرسا. ثالثا، يجب أن تنطلق انتفاضة اللاجئين في كل المخيمات وفي الشتات تطالب بحق العودة، فهو مقدس وقانوني وممكن وحتمي. ونحن شعب لا نعيش على التسول. أمريكا تفعل أكبر قسط من ميزانية الأنروا منذ عام 1950 ليس حبا في الفلسطينية
أو الاستقراري في المنطقة، ولا لا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد عودتنا إلى وطننا. رابعا، يجب تجنيد كل الطاقات الفلسطينية في الخارج، وهي كثيرة وفعالة ونشيطة وكفأة، وذلك لكسب أصدقاء لفلسطين وكشف جرائم إسرائيل ومعاقبتها. وكوني على قرب من هذا النشاط، أؤكد لكم أن هناك تغيير كبير في التيار الشعبي الغربي، ولكن ليس في حكومتنا. سيزداد هذا إذا كان للفلسطينيين قيادة جديدة بهذا الاسم، وجديرة بثقة الشعب الفلسطيني بأكمله. وما ضاع حق وراء المطالب. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الأستاذ الدكتور سليمان أبو ستة على هذه المداخلة الواضحة التي بيّنت كذلك بعض المعلومات الأخرى في تواصله في ذلك الوقت مع محمود عباس عندما كان يعقد هذه اللقاءات من الأبواب الخلفية عن الشعب الفلسطيني. الآن يعقب على كلمته الدكتور فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني وصاحب الكلمة والقلم الوطني الحقيقي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكر لكتلة التغيير والإصلاح. دكتور إني كان عشان والله هكذا أجمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر والتقدير لكتلة التغيير والإصلاح لأنها نظمت هذه الندوة والتي نحن بحاجة إليها، والشكر لهذه النخب السياسية والفكرية والثقافية والإقليمية التي جاءت لتستجلي الموقف وتكتشف الحقيقة من خلال نقاش ثقافي فكري سياسي واعي لهذه الوثيقة التي صدرت في شهر 10 1995، من حيث الزمان 23 عاما. نحن نلتقي اليوم لندقق في أن هذه الوثيقة لم يوافق عليها لا من القيادة الفلسطينية ولا من القيادة الإسرائيلية. إسحاق رابين قتل بعد أيام من هذه الوثيقة، وأظن أن الشهيد ياسر عرفات رفض أن يوافق عليها. إذن ما الجدوى من مناقشة وثيقة ماتت ولم تجسد أفكارها ومبادئها عمليا على الأرض؟ أنا أقول ماتت، ولكن الذي وقع عليها ما زال حيا. الذي اتفق على هذه الوثيقة مع يوسي بيلن وزير العمل وأحد المفكرين الإسرائيليين، وهو الوريث لشمعون بيرس بأفكاره لتصفية القضية الفلسطينية، الذي وقع على هذه الوثيقة ما زال حيا من حيث الزمن، وما زال ما تم التوقيع عليه يطبق على الأرض. شخصيا قرأت الوثيقة أكثر من مرة، لكن بالأمس حين رجعت هذه الوثيقة أصابتني غصة في القلب وحسرة، وأنا أرى أن ما جاء بهذه الوثيقة قبل 23 عاما يطبق اليوم على الأرض. لأقرأ وأقدم لكم بعض الملاحظات.
من حيث المواد العشرة التي ذكرت. ريحني من هذا. أنا المادة الأولى تقول عن إقامة الدولة الفلسطينية وعلاقاتها بالمحيط. يأتي ذكر الكونفدرالية مع الأردن. طب ما شأن إسرائيل؟ ما شأن يوسي بيلن بكونفدرالية بين دولتين عربيتين فيما لو قامت الدولة الفلسطينية؟ لكن الكونفدرالية كانت جزء من هذه الوثيقة. اثنين، هذه الوثيقة لم تقل بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، استثنت هذه الفقرة وهذا أمر مهم جدا. ثلاثة، هذه الوثيقة تقول نبذ استخدام القوة والعنف، والطريق الوحيد للتعامل هو المفاوضات والطريق السلمية. لو راجعت الآن هذه الوثيقة راح تطبق على الأرض بتصريحات محمود عباس قبل قليل عندما قال التنسيق الأمني مقدس، أو أنا أقاوم أو أرفض المقاومة. فيما يتعلق بالتحريض، البند جيم من المادة الأولى الامتناع عن تنظيم أو التحريض أو الإثارة، وهذا أيضا الآن يمارس. ويقول وقال محمود عباس في أكثر من مناسبة: شكلوا لجنة دولية لتدقق من هو الذي يحرض. النقطة الأخيرة في هذا المجال وهي تتعلق بالمقاومة واعتقال المقاومين، والفقرة دال من المادة الأولى تقول اتخاذ إجراءات فعالة لضمان عدم انطلاق أعمال عنف، والمقصود بأعمال عنف المقاومة. إذن نحن أمام تطبيق عملي على الأرض لهذه الوثيقة الذي لم تطبق أو لم يتم التوافق عليها. أنتقل بعد ذلك للمادة ثلاثة، أو قبل ثلاثة، خلص المادة ثلاثة. في المادة ثلاثة تتحدث الفقرة الثانية عن إقامة الأحلاف وعن التعاون الإقليمي لحل القضية الفلسطينية. أنا أذكركم 17/3/2017 اجتمع جيسي جرين بلات مع محمود عباس ووضع له 9 شروط موجودة بالإعلام وبالإنترنت للتعامل بالمرحلة القادمة في حل القضية الفلسطينية، ومن ضمن ذلك أن يكون الوفد الفلسطيني جزء من وفد إقليمي، لا مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإنما المفاوضات من خلال وفد إقليمي يكون الفلسطينيين جزء منه. هذا ورد في الوثيقة. اثنين، يتحدث البند ثلاثة عن التطبيع، وهذا وارد الآن من خلال ما يتم من لقاءات ومن زيارات. تتحدث الفقرة الثالثة عن الأقصى وعن القدس، وتحدث قبلي الدكتور مروان أبراس، لكن هنا يقول عن القدس ما يؤكد على التقسيم الزماني والمكاني. الفقرة أربعة، سيؤمن الطرفان حرية الوصول إلى الأماكن الدينية وذات الأهمية التاريخية الأقصى على أساس من عدم التمييز، وسيضمن الطرفان للجميع أن يصل إلى هذه الأماكن. أنتقل إلى فقرة أو إلى مادة أخرى، حدود هذه الدولة. الفقرة 2 تقول غور الأردن، المنطقة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر تحت السيادة الإسرائيلية. قبل أيام بيخطب نتنياهو في كلمته بيقول أوافق على دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لكن طبعا هو قال الأمن من نهر الأردن وحتى البحر تحت السيادة الإسرائيلية باستثناء قطاع غزة. عن إذنك دكتور، في هذه الوثيقة يقر محمود عباس أن الحدود الأمنية لدولة إسرائيل هي نهر الأردن. الآن ننتقل على البعد الأمني بهذه الوثيقة، والتي يقول بالانسحاب الإسرائيلي حتى سنة 1999. لم يتحقق ذلك، لكن كيف سيكون الانسحاب؟ على مراحل، وقسمها على مراحل، لكن اشترط في الوثيقة في بند 4 أن يكون نهر الأردن
هو حدود إسرائيل الآمنة. هذا ورد في الوثيقة، نهر الأردن حدود إسرائيل الآمنة. الوثيقة تطبق اليوم عملياً على الأرض. ثم بالفقرة 5، هذه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، ترد حرفياً وبالنص، يتفق الطرفان على أن دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح. قبل أيام محمود عباس سمعتموه مع وفد إسرائيلي وهو يقول نوافق على دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لم يأتي بجديد، يؤكد ما اتفق عليه وقد وقع عليه ليطبقه الآن. الفقرة التي تليها: ما يحفظ الأمن لهذه الدولة الموعودة ليس القوات الفلسطينية. ترد الفثيق بالوثيقة هنالك قوات أخرى ستكون موجودة ضامنة لتطبيق هذا الاتفاق الأمني. وقد سمعتم محمود عباس قبل فترة وهو يقول نطالب بحماية دولية، نطالب بمراقبين دوليين، جزء من هذه الوثيقة. أنتقل إلى المادة 5 وتحدث فيها عن المستوطنات الإسرائيلية ويقول ستحتفظ دال من 5 ما يتعلق بالمستوطنات، ستحتفظ الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن التابعة لها بالمسؤولية عن سلامة وأمن المستوطنات. إذا المستوطنات باقية وأمن المستوطنات في يد الأمن الإسرائيلي، وطرق هذه المستوطنات مع الإسرائيليين، وهذا هو 63% من منطقة سي. بالمناسبة الذي شجع محمود عباس على توقيع هذه الوثيقة مع يوسي بيلن، أنا طولت شوية، طيب، أنه نجح في التوقيع على اتفاق المبادئ بشهر 9/1993، واتفاق المبادئ طبق على الأرض باتفاق القاهرة 4/5/94، وجاءت السلطة واستلمت مواقعها. إذن هو نجح، الذي نجح 1993 الآن جاء هذا الاتفاق كي يعزز هذا النجاح. يعني فيما يتعلق بقانون القومية الذي قر قبل أيام، أيضا وارد في هذه الوثيقة من خلال التعامل مع الفلسطينيين في 48 والفلسطينيين في 67، أسوة بهذا المعنى أو ما يشابهه مع الإسرائيليين في 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 حدود 67، أي بمعنى آخر يطبق على المستوطنين في 67 ما يشابه تطبيق قانون على الفلسطينيين في 48. بقى أن أشير في موضوع القدس وهذا أمر مهم جدا، والفقرة المادة 8 فقرة 1: ستعترف حكومة دولة فلسطين، تنبهوا إخواني، ستعترف حكومة دولة فلسطين بأورشليم حسب التعريف الوارد في المادة 6 باعتبارها العاصمة ذات السيادة لدولة إسرائيل. وأظن أن ما يجري الآن فيما يتعلق بالقدس عاصمة موحدة ونقل السفارة يؤكد هذه المادة. أما فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين وهذا أمر مهم، المادة 7 اللاجئون الفلسطينيين فقرة 1: لا حق للعودة، ذكر أخونا الدكتور سليمان أبو ستة. العودة تنص حرفيا في هذه المادة إلى الدولة الفلسطينية. إلغاء الأنروا وإقامة مؤسسة جديدة اسمها اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين. داني دانون ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة يعمل حاليا على تشكيل هذه اللجنة ويجمع لها الأموال لتسد مسد الأنروا في تقديم المساعدات للاجئين. طب إذن القضية مش قضية أموال، الأموال ستجمع لهذه اللجنة كي تقوم محل الأنروا، القضية إلغاء الأنروا. هذا الكلام ورد في وثيقة بيلن أبو مازن، بما في ذلك فقرة بعد ذلك تؤكد على التوطين. أكتفي بهذا القدر، يبدو أن الزمن قد طال، وشكرا لكم وبارك الله فيكم. نشكر أخانا دكتور فايز. طبيعة الحال العرض مستوفي وكلماته خرجت من القلب والحرقة واضحة، ولكنني أقول أن الوثيقة عفاس بيلن ماتت على الورق، لكنها ينفذ
حرفيا على الواقع، بل هي اخطر من صفقه القرن. لعله ترامب مش منتبه يعني الموضوع، يعني هو رجل اخطر من ترامب نفسه فيما اتفق عليه. الان مع الوثيقه في المنظور الوطني، وكان يفترض ان يكون معنا احد نواب مجلس التشريعي، ولكن يقدم الكلمه الان الاستاذ احمد مدلل القيادي في حركه الجهاد الاسلامي، فليتفضل مشكورا على بركه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الأحباب أعضاء المجلس التشريعي، قادة قوى المقاومة، المفكرون والمثقفون، الإخوة على المنصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الحديث عن وثيقة عباس بينن يدعو إلى الاشمئزاز بلا شك، لأن هذه الوثيقة إنما تعبر عن انهيار طبيعي في منظومة النهج التفاوضي، والذي بدأ تكريسه في مدريد ولم ينتهي في أوسلو. عندما سمي مدريد في ذلك الحين بأنه الجنازة للقضية الفلسطينية، وأوسلو كان مأتما لهذه القضية، والتي كرست الوجود الصهيوني على أرض فلسطين، ولأول مرة جزء من الفلسطينيين يعطي الشرعية والصك للعدو الصهيوني على معظم الأراضي الفلسطينية عندما اعترفت أوسلو ب 78% من أرض فلسطين للعدو الصهيوني، فيما 22% أصبحت مناطق متنازع عليها. بل اليوم نستطيع القول بأن 22% من أرض فلسطين تحولت إلى دولة للمستوطنين. إذن لم يبقى لنا أرض يمكن أن نزعم مستقبلا أننا سنقيم عليها أراضي 67، في ظل الوقائع الموجودة على الأرض. وعندما نرجع إلى وثيقة عباس بيلن، هناك ثلاثة أمور مهمة بل ارتكازية في القضية الفلسطينية، وهي ثوابت من ثوابت الشعب الفلسطيني، التي قدم الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام، ولا يزال إلى هذه اللحظة يقدم هذه التضحيات على مدار 70 عاما، لكي يعود إلى أرضه، لكي يحرر هذه الأرض، لكي يعيش الحياة الكريمة كما يعيش كل شعوب الأرض، بالرغم من أن المواثيق الدولية أعطت حقا للشعب الفلسطيني بقرار 194 حق العودة، إلا أن الاتفاقيات واللقاءات والمؤتمرات مع العدو الصهيوني كانت تنسف كل الحقوق الفلسطينية، ليس التي يتحدث بها الشعب الفلسطيني فقط، وإنما الذي تحدث بها المجتمع الدولي، هذا الذي لم يستطع أن ينفذ قراراته على أرض الواقع. ثلاث نقاط مهمة تحدثت عنها وثيقة عباس بيلن عندما يتحدث عن القدس، هذه التي ملأنا الأرض كلها والسماء ونحن نقول القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. عندما يذهب جزء كبير من القدس للعدو الصهيوني،
فيما نتنازل أيضا عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ونعطي الشرعية للعدو الصهيوني على أرض القدس، كان من الطبيعي بعد ذلك أن يتحدث العدو الصهيوني عن العاصمة الأبدية لإسرائيل والتي يسميها أورشلايم، وهذا ما أقرت به وثيقة عباس بيلن وانتهى الأمر. إذن ثابت مهم تنازلنا عنه من خلال أو تنازل عنه عباس والمجموعة التفاوضية التي صارت معه والتي تحمل نفس الأيديولوجيا ونفس النهج. القدس شطبت وجاء ترامب وقد شطبها عن طاولة المفاوضات، لا أحد بعد ذلك يتحدث عن القدس، انتهى الأمر. ثم بعد ذلك الثابت الثاني ألا وهو حق العودة، وتحدثت عنه صراحة بأنه لا وجود لحق العودة، يعني إحنا كفلسطينيين خلاص بعد ذلك لن نتحدث ولن نجادل إسرائيل ولن نناقشها ولن ننبش الماضي ولن نتحدث عن قرارات الأمم المتحدة وغيرها التي تتحدث عن حق العودة. إحنا كفلسطينيين أصحاب القرار تنازلنا عن حق العودة، واللاجئون يكون لهم حق بالمواطنة في الأراضي التي هجروا منها، انتهى. ثابت ثاني من الثوابت الفلسطينية والتي يعني لا يزال الشعب حتى الشبل الفلسطيني اليوم نبت في عقله وفي ذهنه وفي فكره وفي وجدانه، هذا الشبل وهذا الطفل الذي ولد حديثا الآن في مسيرات العودة أصبح هناك مفهوم اسمه العودة، فيما عباس ومنظومته تتنازل عن حق العودة. هذا الثابت الفلسطيني المهم، لا يزال الشعب الفلسطيني يتحدث عن العودة. الشيء الثالث والأخطر ألا وهو التنسيق الأمني اللي تحدث عنه الدكتور فايز، والذي كان من الثمار الأسوأ لاتفاقيات أوسلو، ألا وهو التنسيق الأمني والذي من خلاله يتم الحفاظ على حماية العدو الصهيوني جنوده ومستوطنيه على أرض فلسطين، وبالفعل نفذ على الأرض من خلال ملاحقة المقاومين ومن خلال تقييد يد المقاومة في الضفة الغربية واعتقال المقاومين وتعذيب المقاومين وإعدام المقاومين وتسليم المقاومين للمخابرات الصهيونية. إذن كل شيء قد نفذ على الأرض، وبذلك لا حق لنا في المقاومة في الضفة الغربية. ثوابت مهمة لا يمكن لأي فلسطيني مهما كان وزنه ومهما كانت مكانته لا يمكن أن يتحدث فيها أو يناقش فيها وثيقة بيلن عباس. أنا أسبق بيلن بعباس لأنها في الأصل هي تحفظ الحقوق الصهيونية لا تحفظ الحقوق الفلسطينية، لذا لا يمكن أن نبدأ باسم عباس باسم فلسطيني، يعني إذا كان هناك لا يزال بعض الفلسطينية في قلب وجدان الرئيس محمود عباس. الثوابت الفلسطينية الثلاث التي يتشبث بها الشعب الفلسطيني، وثيقة عباس بيلن أو بيلن عباس قد أنهتها تماما، لذا كان الرد الفلسطيني واضحا بل أقول مزلزلا، وكان صفعة قوية في وجه أصحاب النهج التفاوضي ما بعد اتفاقيات أوسلو، حيث استمرت المقاومة الفلسطينية وقد ألقت بالاتفاقيات كلها ولم تعر اهتماما حتى لوثيقة عباس بيرن، وانطلقت المقاومة في قلب العدو الصهيوني وكانت أشدها في التسعينيات، وكانت انتفاضة الأقصى عام 2000 والتي أكدت الخيار التي يسير عليه الشعب الفلسطيني، ولم يلقي بالا لكل الاتفاقيات، ولا زالت المقاومة الفلسطينية مستمرة إلى هذه اللحظة، ولا يمكن أن نتنازل عن حقنا حتى وإذا تحدثنا عن المصالحة الفلسطينية، وهذا خيار فلسطيني مطلوب. ما هي المصالحة الفلسطينية التي نريدها ويريدها الشعب الفلسطيني؟ أولا
المصالحة الفلسطينية هي التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتخفف معاناة الشعب الفلسطيني وترفع من معنويات الشعب الفلسطيني وتدعم الشعب الفلسطيني في خيار مسيرة العودة وفك الحصار. ثانياً، المصالحة الفلسطينية التي سنتحدث عنها ونتشبث بها هي التي تعمل على حفظ الثوابت الفلسطينية التي قدم الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام ولا يزال يتقدم بهذه التضحيات إلى هذه اللحظة، وهو يعمل على تحقيق هذه الثوابت. ثالثاً، المصالحة الفلسطينية التي نريد هي التي تحفظ حقنا في استمرار المقاومة، ولن نجعل السلاح محلا للنقاش أو للجدال أو للمراء. هذا حق لنا طالما أن هناك احتلالا على أرض فلسطين. مقاومتنا مستمرة، ومسيرة العودة وكسر الحصار تؤكد تشبث الشعب الفلسطيني والرد الوطني الأصيل على وثيقة عباس بيلن وعلى كل الذي لا يزال يؤمن بنهج المفاوضات التي أثبت على مدار 25 عاما فشله وانهياره وهو في طريقه إلى الانهيار. إلى هذه اللحظة أقول لكم بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الأستاذ أحمد المدلل قيادي حركة الجهاد الإسلامي، وبطبيعة الحال في المنظور الوطني أعتقد بأنها خيانة هذه الوثيقة لكل المفاهيم والمعتقدات الوطنية الخاصة بالقضية الفلسطينية. الآن الوثيقة من المنظور القانوني، ونحن نريد أن نستمع الآن إلى الأستاذ محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، وليتفضل مشكورا على بركة الله. طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالتحية لكم جميعا الحضور، قادة الفصائل، الإخوة النواب، إخوة أخوات، الإخوة على المنصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنه في السياسة لا شيء يأتي من فراغ، وكل شيء يكون مدبر ومخطط له، وفي هذا السياق تأتي وثيقة عباس بيلن، فما جاءت من فراغ. فعباس ليس وحده الذي أعد هذه الوثيقة، وإن سميت باسمه فكان معه فريق متكامل: أحمد الخالدي، مهدي عبد الهادي، حسن عصفور، برنار سابيلا، سري نسيبة، ياسر عبد ربه، مجموعة متكاملة. والذي وقع معه بيلن كان وزير في حكومة حزب العمل، وهو معه أيضا فريق من يائير هرشفيل وغيره من فرقاء آخرين. الحقيقة أن هذه اللقاءات كانت على مدار 18 شهر من 93 حتى 95. اللقاءات كانت في القدس، في قبرص، في أمستردام، في أوسلو، في لندن، في أثينا، في باريس. وما كان لهذا الفريق أن يخطو هذه الخطوة بدون ضوء أخضر. مش ممكن هذا الفريق يتحرك بدون ضوء أخضر. عباس وهو رئيس منظمة فتح ورئيس سلطة منتهي الولاية في 2016 أكد على نفس المعاني مع زعيم حزب العمل هرتسو، أكد على نفس معاني اللي هي وثيقة عباس بيلن في 2016 وهو رئيس. عباس أكد في لقائه مع ترامب أنه سيأتي بصفقة العصر اللي تم الإشارة إليها. الرفض الإعلامي أنا بتصور أنه رفض سوري للتلميع فقط. خطورة هذه الوثيقة تأتي من طرق متعددة قانونية وسياسية ووطنية وأخلاقية ومن جميع الجوانب. وبمقارنة بسيطة بين وثيقة عباس بيلن وصفقة القرن يتبين
أنها منتهكة للقوانين والقرارات الدولية، بل قرارات المجلس الوطني، بل الميثاق الوطني، بل للإجماع الوطني الفلسطيني. وهنا أشير إلى بعض النقاط اللي فيها يكون العلاقة الوثيقة ما بين وثيقة عباس بيلن وصفقة القرن. من حيث الشكل، الوثيقة مكتوبة وغير موقعة، وصفقة القرن يبدو أنها مكتوبة لكنها غير معلنة. أطراف الوثيقة، عباس وفريق الذي ذكرناه، ولا يجرؤ على ذلك بدون قلنا يعني ضوء أخضر، وكذلك اطلع عباس على صفقة القرن في الإشارة في لقائه مع ترامب. التفاوض في صفقة القرن وفي وثيقة عباس بيلن على قضايا الحل النهائي، لأنه كانت بعد أوسلو 93، كانت أوسلو في 95، كانت هذه المفاوضات خلال 18 شهر من 93 ل 95 كانت حول نفس الموضوع. هذه بتتكلم عن قضايا الحل النهائي، وصفقة القرن تنفذ على الأرض بقضايا الحل النهائي، وتبدأ بالقدس أو حتى الاعتراف المتبادل اللي هو اعتراف بالاحتلال، لكن دون اعتراف بدولة فلسطينية، اعتراف منظمة التحرير فقط والباقي خاضع للتفاوض. القدس اللي هي ترسيخ القدس وتوسيعها بمدن فلسطينية، وهذه اللي تعتبر مدينة أو عاصمة للفلسطينيين اللي هي أبو ديس والعزرية وسلوان. أما القدس الغربية والشرقية، القدس القديمة، البلدة القديمة كلها، فهي عاصمة موحدة للاحتلال الصهيوني. وهذا ما فعله فعلا ترامب بتأكيد هذا الموضوع عندما نقل السفارة إلى القدس، السفارة الأمريكية، وعندما أكد على أن أيضا القدس الموحدة هي عاصمة للاحتلال، وقال إنه هذا انتهى يعني، ورفعوا عن طاولة المفاوضات. كذلك موضوع الأقصى تدويل مثل الفاتيكان وكولومبيا، وهناك في صفقة القرن سيادة صهيونية مع السماح للديانات بالصلاة حائط المبكى سيادة كاملة. حل الدولتين أعتقد أنه كان موجود حل الدولتين بالصورة اللي كانت موجودة، دولة فلسطينية ودولة دولة صهيونية ودولة فلسطينية، لكن في صفقة القرن إلغاء لشيء اسمه دولة فلسطينية والعمل على إيجاد حكم ذاتي. الدولة الفلسطينية كنتونات جلد النمر كما سميت هذه، عرفت هذه الوثيقة بوثيقة جلد النمر، باعتبار أن المناطق المأهولة بالسكان ستكون هي مناطق حكم ذاتي للسلطة، في حين أنه سيكون المناطق الأخرى هي الدولة الصهيونية أو الدولة اليهودية. حتى حق العودة محدود لمناطق الدولة الفلسطينية، هذا في وثيقة بيلن عباس، المزمع إقامتها بما لا يشكل أي خطر على الاحتلال. وعباس صرح بهذا أكثر من مرة أنه لن يغرق الاحتلال باللاجئين. في صفقة القرن تم إلغاء حق العودة كليا. اللاجئون التوطين واستيعاب عدد محدود في أرض السلطة الوطنية، وهذا هو الحل العادل عند عباس. في صفقة القرن توطين بدون مظاهر عودة للاجئين. وكالة الغوث، إلغاء وكالة الغوث البحث عن هيئة دولية ومكانها لإعادة تأهيل الفلسطينيين وتحويلها من قضية قانونية سياسية إلى قضية إنسانية، قضية اللاجئين. العمل على إلغاء الوكالة بالتقليصات، عدم تحويل الأموال إليها، تحريض الدول إلى عدم دعم الوكالة، كذلك إلغاءها كشاهد دولي على قضية اللاجئين،
تحميل دعم الوكالة إلى الدول العربية. كل ذلك هذا مرتبط بتناقض كامل مع القرارات الدولية 181 194 242 338 مع مقررات المجلس الوطني، مع كذلك قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني. كل ذلك كل واحدة منها تخالف مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي. المقاومة ومحارب الإرهاب، نبذ العنف، السلاح السلام الأبدي، واللي يتكلم فيه عباس وتكلموا فيه الإخوة لا أريد أن أتحدث فيه مرة أخرى، لأنه العمل على محاربة الإرهاب باعتبار أن المقاومة إرهاب، وهذا مخالف للقانون الدولي الذي يسمح للفلسطينيين كشعب محتل بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل. المستوطنات في حظر لتفكيك أي مستوطنة، في وثيقة عباس بيلن يحظر تفكيك أي مستوطنة خلال المدة المشار إليها، هي كانت مدة من 10 إلى 20 سنة، خلال المدة المشار إليها يحظر على أي فلسطيني استعمال الطرق الالتفافية للمستوطنات الواقعة في الأغوار طيلة المدة المذكورة. كذلك يحظر على السلطة الفلسطينية اتخاذ أي إجراء من طرف واحد يحول دون تطورها الديمغرافي والسكني أو العمراني عقب انتقال السيادة إليها. كذلك مصادرة المياه وأشاروا إليها إخواننا، لا أريد أن أعرج عليها. جرائم الاحتلال لا ذكر لها ولمحاكمة الاحتلال لا في وثيقة عباس بيلن ولا في صفقة القرن، وهذا من المفارقات العجيبة. كذلك الكونفدرالية ذكرها هنا وذكرها هنا، وذكرها أيضا في اتفاقه في 2016 مع هرتزو. أختم بأن الحدود 67 لم تشر الوثيقة إلى ذلك، بالإشارة إلى الفصل الخاص بالمبادئ العامة لم تذكر حدود 67 إلا مرة واحدة بقولها أن العودة إلى حدود 67 هي فكرة خيالية وملغاة، فكرة خيالية وملغاة، وهي مخالفة لاتفاق أوسلو وللقوانين الدولية والقرارات الدولية. الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وأشاروا إليها الإخوة. شبكة العلاقات العامة هي التنسيق الأمني ولجنة ارتباط مشتركة والإسناد العسكري عند عجز السلطة لمواجهة المقاومة ولو بتقدير إسرائيلي لوحده. لو الاحتلال نفسه اللي قدر لحاله هو سيدخل لوحده وبدون طلب من السلطة. وبعدين حرية الدخول العسكري لمناطق الأراضي السلطة، حق المساءلة والمساءلة اليومية أيضا، والاحتفاظ بأجهزة مراقبة على المعابر والأجهزة الأمنية. حقيقة أن هذه الوثيقة أنا بأسميها هي وثيقة عار على الشعب الفلسطيني، وهي التي تطبق الآن، وأنا لدي بعض توصيات سأعطيها للإخوة. باختصار هي تخالف كل المواثيق والقرارات الدولية وحتى الفلسطينية، ولم يجرؤوا على إعلانها وتبنيها ويظهروا في العلن وكأنهم يرفضونها، لكنهم ينفذون هذه الوثيقة على أرض الواقع. لذلك لابد أن ننتبه. بارك الله فيكم وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر خانة الكريم الأستاذ محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على هذا الشرح، وكذلك على وضع كل بنود هذه الوثيقة في ميزان القانون سواء المحلي أو الدولي. ولنا كذلك مداخلة من الدكتور أنيس القاسم الخبير في القانون الدولي ورئيس المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، فليتفضل. السلام عليكم وأسعدكم صباحا. فيما يتعلق بما يسمى باتفاق محمود عباس بيلن، لا
نحن نعلم أن مجلة نيوز ويك الأمريكية نشرت في عددها الصادر في سبتمبر 2000 ما يسمى باتفاق أبو مازن بيلن، وقد نشر باللغة العربية وأعادت نشره جريدة الحياة في لندن. من الناحية القانونية الصرفة لا نعرف على وجه اليقين ما هي هذه الاتفاقية، ذلك أن الأخ أبو مازن لم يصدر أي بيان يؤكد أو ينفي فيه وجود هذه الاتفاقية، كما أننا نعلم أن يوسي بيلن لم تصدر عنه مثل هذه التأكيدات، وبالتالي إن القيمة القانونية لهذه الاتفاقية مفعول عليها، وربما في غياب أي تصديقات رسمية من جهات رسمية على هذه الاتفاقية لا تشكل هذه الاتفاقية وثيقة تعاقدية إلزامية، ومن هنا ننفي أي قيمة قانونية لها. إلا أن الأخطر من القيمة القانونية لهذه الوثيقة هو أن هذه الوثيقة تعطي انطباعاً لصاحب القرار الإسرائيلي عن مدى استعداد القيادة الفلسطينية للتنازل عن حقوق وطنية ثابتة. تدلل هذه الاتفاقية إذا صحت على أن القيادة الفلسطينية تنازلت عن حق العودة وتنازلت عن القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة والذي يؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم، ويقصر هذا الحق على عودة اللاجئين إلى ما يسمى بالدولة الفلسطينية التي تقترح القيادة الفلسطينية إقامتها على حدود 4 حزيران 1967. هذه الاتفاقية على فرض صحتها وما يماثلها من ترتيبات واتصالات سابقة لبعض الرموز الفلسطينية مثل الكتابات التي كان يعبر عنها دكتور سالم سيبي في أواخر الثمانينات، وقد ألف كتاباً مع أستاذ إسرائيلي حول ذات الموضوع، ومن ذلك أيضاً ما جرى من التوقيع على ما يسمى باتفاقية جنيف والتي وقعها السيد ياسر عبد ربه، والتي دلل فيها على استعداد القيادات الفلسطينية للتنازل أكثر، وقد وحين وقعها كان هو أمين سر اللجنة التنفيذية وكان من المقربين جدا للرئيس ياسر عرفات. هذه تدلل وتبعث برسائل كبيرة إلى القيادات الإسرائيلية أنها قادرة أو قابلة للتنازل للإسرائيليين عن كثير من الحقوق الوطنية. فيما يسمى باتفاقية أبو مازن بيلن هناك تسجيل واضح على تراخي القيادة الفلسطينية بالنسبة للقرار 194 وأكثر من ذلك عن التنازل عن المصادر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح لإسرائيل بأن تسيطر على هذه المصادر. ومن هنا ترتكب هذه القيادات الفلسطينية خطيئة التواصل مع الإسرائيليين وإبداء استعداد للتنازل عن الحقوق الوطنية الثابتة. وشكرا لكم. نشكر الدكتور أنيس القاسم الخبير في القانون الدولي ورئيس المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج في كلمته المركزة
والتي وضع إصبعه على جراحات وأوجاع عديدة من خلال وجود هذا الجو التفاوضي الذي يفرز لنا مثل هذه الإنتاجات المفرطة والمضيعة للحقوق. الآن مع سبل التصدي لمخاطر وثيقة عباس بيلن وما شكلها بطبيعة الحال، ويلقي هذه المداخلة النائب الدكتور محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح وكذلك رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، فليتفضل على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولاً بعد شكر الله تبارك وتعالى، الشكر موصول لمن رتب هذه الندوة التي يجب أن يتم استثمارها خير استثمار لخطورة ما وقع عليه. ولذلك اسمحوا لي أن أركز على بعض القضايا التي لها علاقة بالمستقبل أكثر من ما تم تداوله في موضوع الوثيقة وما فيها، وسبل التصدي لها متعددة، بأذكر منها يعني مجموعة من النقاط التي أرجو في المحصلة أن تكون هذا برنامج عمل للفصائل الفلسطينية ولكل إنسان له غيرة على هذا الشعب وعلى مستقبل هذه القضية. فسبل التصدي لها هو ضرورة، ليس فقط كما قيل مؤخرا القيمة القانونية لها بقدر ما هي القيمة العملية التي يتم تطبيقها على أرض الواقع. وبالتالي ليست المشكلة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي قانونية، أصلا الوجود من أصله غير قانوني، فكيف نحتكم في جزئيات إلى القانون ما يتم تطبيقه على أرض الواقع. الخطوة الأولى للتصدي لهذه الجريمة التاريخية الكبرى التي ارتكبتها منظمة التحرير، وليس فقط أبو مازن، لأن قيادات من منظمة التحرير شاركت فيها كما ذكر، وأيضا قيادات غير أبو مازن أيضا تواطأت وسكتت، على الأقل سكتت إن لم تكن موافقة. وبالتالي الخطوة الأولى هو الوعي، وعي الجمهور الفلسطيني على كل المستويات وليس على مستوى النخبة. ضرورة أن يكون الجمهور الفلسطيني على معرفة كاملة بهذه الوثيقة التي تطبق الآن. هذا الذي نراه اليوم على أرض الواقع، وهذا الذي سأحاول أن أوضحه، أن المصطلحات السياسية والمطالب الحالية التي تطلب تحت مسميات المصالحة والتهدئة وغيرها هي تأتي في إطار هذه الوثيقة المشؤومة. انظروا مثلا ضرورة معرفة الجمهور معرفة علاقات الوثيقة بصفقات القرن وإسقاطه على الواقع، وهنا أضطر أعود إلى بعض البنود في الوثيقة لأوضحها. مثلا لما يأتي في المادة الأولى جيم إقامة اتحاد كونفدرالي أردني فلسطيني يتفق عليه الطرفان، هذه الخطوات مطروحة اليوم على أرض الواقع. ثانيا لما يأتي نبذ استخدام القوة في المادة الأولى، أيضا نبذ استخدام القوة والتهديد بالقوة، يعني زي ما بتفعل المقاومة الآن، هذا عنوانه العصري الحالي سلاح واحد وأمن واحد. إذا ما يطرح علينا في ما يسمى بالاتفاق باللقاءات سلاح واحد هو تطبيق للمادة الأولى من اتفاق بيلن عباس المشؤوم الذي يقول بعدم استخدام القوة. النقطة الثانية جاء في المادة الرابعة بند 5 يتفق الطرفان على أن دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح. في هذا الإطار بتأتي قصة سلاح واحد وأمن واحد، لأنه في سلاح موجود في يد السلطة الفلسطينية ولكنه
عنوانه وهويته وشهادة ميلاده إسرائيلية. السلاح الموجود في الضفة الغربية ضد من يستخدم؟ فالسلاح الواحد مقصود به نزع سلاح المقاومة، وللي بيفاوض يدرك أن هذا يأتي في إطار هذه المادة. المادة الخامسة باب، سيكون الأفراد الإسرائيليون ضمن حدود الدولة الفلسطينية قال خاضعين للقانون الفلسطيني. رئيسهم بيقول احنا قاعدين تحت مسطار، وهم بده الرئيس تحت في مسطار فوق راسه، فما بالك عاد لما يكون الإسرائيليين موجودين وبساطيرهم كلها موجودة، أكم مسطار حيكون على الرئيس هذه المصيبة. في المادة 6 ايش بيقولوا؟ ايش اجى في الوثيقة؟ ستبقى القدس أورشليم، أورشليم اسمها أورشليم مش القدس، مدينة مفتوحة وغير مقسمة. واللي بيقول لك الآن عاصمتها القدس الشرقية كذاب، لأن هي اتفاقية في المادة 6 تقول القدس موحدة، لا في شرقية ولا في غربية. نقطة اللي بعد ذلك في المادة 7، مادة 6 بند 10، يوافق الطرفان على حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. الانتفاضة الثانية ماذا كان سببها؟ مش دخول شارون إلى هذه المنطقة؟ إذن هو يريد أن يلغي هذه القصة إلغاء تاما، لأن تحت بند حرية العبادة ممكن يروح يصلوا في داخل المسجد الأقصى، لأنه هنا كان مش عارف مين من أنبيائهم. المادة 7 عن اللاجئين، مستلزمات العهد الجديد كما جاء في الوثيقة، مستلزمات العهد الجديد والسلام والتعايش، بالإضافة إلى الحقائق التي خلقت على الأرض منذ عام 48. إيش هي الحقائق التي خلقت على الأرض 48؟ إقامة الاحتلال بدولته جعلت هذا الكلام. الوثيقة بتقول جعلت تنفيذ حق العودة غير عملي. فاللي بتكلم عن حق العودة لطفل واحد هو بيتكلم في الهواء. إذن هنا تنازل عن حق العودة. جاء في المادة 9 أيضا، والتي يجب أن نعلم أبنائنا هذا الكلام، في المادة 9 رقم 1، يتفق الطرفان على أنهما يمتلكان الموارد المائية نفسها. المية مشتركة على أرض الواقع، مين اللي بتحكم في المية؟ أو مين اللي ممكن تكون له السيادة في موضوع المية؟ مرحلة التنفيذ في بند 3، تعلن حكومة فلسطين اعتراف دبلوماسي. شوف بس حكومة فلسطين مش الطرفين، بس هي تعلن اعتراف دبلوماسي فوري كامل بحدود إسرائيل وعاصمتها أورشليم كما تنص المادة 6. بس هي هذه اللي تعترف، أما الاحتلال الإسرائيلي في الوثيقة مش لازم يعترف، لأنه في الأيام ما هو أخذها ما أخذها. رقم 7، إقامة شرق أوسط خالي من الائتلافات. انتبهوا اللي بيجري الآن حولنا، كل اللي بيجري الآن زيارات ترامب وكل ما يجري في هذه في المنطقة تجري في هذا الإطار. رقم 7 في الوثيقة المشؤومة، إقامة شرق أوسط خالي من الائتلافات والتحالفات المعادية. أي تحالف ممكن يكون له توجه لنصرة الشعب الفلسطيني حسب وثيقة فلسطين الوقع عليها محمود عباس تهاده، يعني يجب أن تزال. إذن النقطة الأولى، إضافة إلى ما ذكر، لابد أن نرسخ مفهوم الوعي الشعبي في المادة كما ذكرتها اللي هي المادة الأولى. إذن معرفة الجمهور وإسقاط ما هذا البند الأول في التوصيات للتصدي لها، معرفة الجمهور وإسقاط ما يجري حاليا من نشاط سياسي على هذه الوثيقة. رقم 2، تحميل محمود عباس قانونيا ما تم تطبيقه في صفقة القرن وتحميله نتائج الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.
هذه قضية قانونية. واحد، جريمة محاربة المقاومة. اثنين، جريمة التعاون الأمني المدنس مع العدو. ثلاثة، جريمة تمدد الاستيطان في الضفة. أربعة، جريمة إجراءات العدو في القدس ما جرى الآن. جريمة بعدها جريمة جرائم هو يسميها عقوبات، وللأسف الشديد كلنا بنردد هذه الجريمة. بيقطع الرواتب وبيمنع الدواء وبيسميها عقوبات، والعقوبة على جريمة. هي هذه جرائم بترتكب في حق الشعب الفلسطيني. وهنا أنصح الإعلام ألا يقولوا عقوبات عباس، يقولوا جرائم عباس، لأن العقوبة على جريمة. فما هي الجريمة التي ارتكبتموها غير مقاومة الاحتلال؟ نقطة بعد ذلك، يحاكم على جريمة فصل الضفة عن القطاع وفصل الضفة والقطاع عن الأرض المحتلة عام 48. ولا أعظم من ذلك جريمة إلا ما ارتكب في حق الإنسان. يحاكم على جريمة خطوات ترامب بحق اللاجئين والأونروا. لاحظوا الإعلام الأوسلوي لا يتحدث أبداً عما يجري الآن في فلسطين، بل بالعكس هو متفق عليه أصلاً لحل هذه القضية. النقطة التالية، جريمة نقل السفارة الأمريكا إلى القدس، ولا أقول شرقية ولا غربية، نحن لا نعترف بهذه المسميات. إذن الأولى الوعي، اثنين الوعي الجماهيري، اثنين تحميل محمود عباس ومن يدعمه هذه الجرائم، ثلاثة لا بديل عن تفعيل المقاومة في الضفة والقدس. نقولها صراحة، إن الذي سيفشل ألف خطة لبيل العباس هي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس. أربعة، تقوية غزة بكل الوسائل، لأنه لا صفقة بدون غزة، لن يقبلوا بصفقة بدون غزة، ومن هنا تأتي السلاح الواحد مرة أخرى والأمن الواحد. خمسة، الحذر من المحاولات الناعمة لسحب المقاومة إلى مركب الركون إلى الوعود تحت مصطلحات لإفشال هذا الموضوع. علينا أن نرفع شعار واحد، نبطل نتكلم عن مصالحة كمصطلح ونتكلم عن اتفاق 2011. لما نتكلم عن اتفاق 2011 سنترك للجمهور الفلسطيني يختار أي البرامج، برنامج عباس بيلن ولا برنامج الشارع الفلسطيني اللي من خلفه بنادق وأسلحة تدعم برنامج المقاومة وتقول فلسطين كل فلسطين. النقطة الرابعة السادسة، تأكيد على شرعية برنامج المقاومة بكل أدواتها التشريعية. أخواننا الآن بيحاولوا يطلعوا وفد من الضفة ليسمى المجلس الوطني هو صاحب الشرعية، وهذا المجلس الوطني اللاوطني هو الغطاء والطربوش السياسي لصفقة بيلن عباس. تأكيد على شرعية برنامج المقاومة بكل أدواتها، ومن أدواتها المجلس التشريعي الحالي، وأيضاً أدواتها الأمنية وأدواتها الفصائلية وأدواتها الشعبية. رقم سبعة، الحديث الجمعي الفصائلي مع الدول العربية وبخاصة الإسلامية منها الداعمة للشعب الفلسطيني عن التمسك والتأكيد على التمسك بالثوابت حق الإنسان في كل الأرض وليس أنقص من ذلك شبر واحد، وبقية الثوابت الأرض والعقيدة والمقدس والإنسان. رقم ثمانية، إعادة العلاقات بين المقاومة والدول العربية الرافضة للوجود الصهيوني وخاصة التي لها أراضي محتلة من الاحتلال الصهيوني. مرة أخرى ضرورة إعادة هذه العلاقات وهذه التحالفات، لأنه ليس عندنا رفاهية الانقسام تحت مسميات كاذبة. رقم تسعة، توقيع رسالة جامعة للتجمعات الفلسطينية في كل أماكن تواجدها للمنظمات الدولية، ترسل إلى المنظمات الدولية تنزع
ما يسمى بشرعية عباس وشرعية السلطة التي ليس لها علاقة بفلسطين إلا البيع والشراء. عاشراً وأخيراً، تفعيل مؤتمرات شعبية فلسطينية وعربية وإسلامية وغيرها ضد سياسة التفريط في ثوابت الشعب الفلسطيني، فلتكن النقاط العشرة برنامج المقاومة في المرحلة القادمة للتصدي لهذه الجريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر الدكتور محمود الزهار رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي، وكذلك رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي. الآن طبعاً أنتم سمعتم، نحن ربما جولنا بعض النقاط التي ذكرها الدكتور محمود الزهار ضمن التوصيات، وهي تقريباً يعني في مجملها يعني تصلح لأن تكون توصيات مفيدة وممتازة. الآن مع مداخلة الأستاذ ماهر المزهر القيادي في الجبهة الشعبية، فليتفضل مشكوراً. بداية صباح الخير لكم جميعا، الأخوة أعضاء المجلس التشريعي، الأخوة قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي، الأخوة قادة فصائل المقاومة، الأخوة الحضور والأخوات، كل باسمه وبلقبه أحييكم بتحية الوفاء لدماء الشهداء والجرحى وآهات الثكالى والآمل واليتامى. بداية أنا سأتحدث في نقطتين أساسيتين تتعلق بما يسمى بوثيقة عباس بلين، وثانياً في المفصل الرئيسي كيف نتصدى لهذه السياسات وهذه الاتفاقيات البائسة. ولكن قبل هذا وذاك أود أن أؤكد على التالي: 70 عاماً تعرض لها شعبنا الفلسطيني من عمليات الذبح والقتل والاستيطان والتهويد وتدنيس المقدسات، وفيما بعد جاءت ما تسمى بالمفاوضات العبثية التي لم تجلب لشعبنا الفلسطيني إلا المزيد من الويلات والضياع والدمار. ومع كل ذلك ما زال شعبنا الفلسطيني ممتشقاً للسلاح، مؤكداً على تمسكه بالثوابت. لذلك أنا أقول وأنا وسطكم جميعاً: شعبنا الفلسطيني يجب أن يكون دائماً مطمئناً، سواء في غزة أو القدس أو الضفة أو الأرض المحتلة عام 48 أو الشتات. شعبنا الفلسطيني يجب أن يكون على ثقة تامة ومطلقة وإيمان عميق بعدالة القضية، بأننا سنبقى على ذات الشوكة، وسنبقى الحافظين لوصايا الشهداء، وسنبقى المستمرين في النضال والكفاح حتى أعمق الأخية، حتى لو سقطنا جميعاً شهداء. فهي معركة بوضوح، إما نصر وحياة كريمة لغزة، والآن أقول بالتحديد لغزة، غزة التي عانت وما زالت تعاني من حصائن دام ومجرم دام لما يزيد عن 12 عاماً من حق نسائنا وأطفالنا وشيوخنا ونسائنا وأمهاتنا أن يعيشوا حياة كريمة إسوة بكل شعوب العالم. وثانياً، إن لم تكن هذه الحياة كريمة والنصر، فإما شهادة تليق بأمتنا وتليق بكرامتنا وتليق بتاريخ شعبنا وتمسكنا بالثوابت. فيما يخص بوثيقة عباس بلين، أنا لن أتحدث في الجزء الذي تحدث به الإخوة الكرام من سبقوني، سأتحدث في قضايا محددة لم يتم التطرق لها حتى أستفيد من الوقت المحدد لي. بداية حتى للتوضيح، مرت وثيقة بلين ليس بمرحلة واحدة، عباس بلين 3 مراحل إلى أن وصلت إلى هذا اليوم الذي نحن نقف بين أيديكم. المرحلة الأولى استمرت من عام 93 كما تحدث الأخوة، وانتهت في 31 أكتوبر عام 95، وتمخض عنها هذا الاتفاق المشؤوم أو هذه المسودة المشؤومة السوداء، والتي لم يكتب لها النجاح في لحظتها ولم تقدم بسبب اغتيال المجرم رابين. فيما بعد
هذا المجرم بيس لم يستطع أن يقدمها للجمهور الصهيوني لأنه لم يكن لديه الإمكانية والقدرة أن يقدمها وهو مقبل على انتخابات، لذلك وضعت في الأدراج. هذه كانت المرحلة الأولى. ثانيا للتوضيح، كما تحدث الإخوة أنها كانت بوضوح تشمل وتحدد بأن أبو ديس والعزائية وسلوان يجب أن يكون اسمها القدس وليس جوسلم، ويبقى اسم أورشليم على بقية أنحاء المدينة ويبقى تحت مسمى العاصمة لهذا الكيان المصطنع. ثالثا، في حال وجود معارضة، وهذا هو الأساس الذي لم يتم الحديث عنه، في حال وجود معارضة لموضوع أن تكون هذه القرى هي عاصمة للشعب الفلسطيني، تكون مدينة رام الله هي العاصمة. هذا كان جزء من هذه الوثيقة السوداء التي لم يولد لها النجاح في تلك اللحظة. ثالثا، الأماكن المقدسة يرفع عليها العلم الفلسطيني أو الأردني كما يتفق عليه، وتبقى الأماكن الدينية مفتوحة للجميع مع ضمان حرية الوصول إليها بما لا يتعارض مع سيادة إسرائيل السياسية على أراضيها باعتبارها تقع ضمن الحدود الجغرافية لعاصمتها الأبدية، وبالضبط هذا ما يشبه الفاتيكان في إيطاليا. ثالثا، تم إحياء الفكرة من جديد بعد أن أصبح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية في 18/6/2016، ولكن تم إحيائها ببنود جديدة وهي السيادة تنسحب إسرائيل من الأحياء العربية في القدس أبو ديس والعزائية وسلوان لتكون عاصمة، ولكن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية ورئيس البلدية إسرائيلي. ثانيا، يبقى حائط البواق تحت السيادة الإسرائيلية. ثالثا، وهو الأهم، أن كل ما تقدم بوضوح هو عبارة عن تنازلات لطرف إسرائيلي لا يمتلك لا السلطة ولا القرار الذي يهيئه لأن يتحدث باسم رسمي باسم هذا الكيان المصطنع. لذلك نحن كنا أمام تنازلات مجانية لجسم ليس هو لا يحمل صفة شرعية ولا رسمية باسم هذا الكيان. إذا كنا الآن نتنازل مع جسم غير شرعي، فما بالك عندما يتم التفاوض مباشرة مع جسم شرعي يمثل هذا الكيان المصطنع. فيما بعد سميت هذه الوثيقة وثيقة عباس هوتسوغ. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهي التي جاءت في 6/12/2017 عندما قام هذا المجرم تام بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. جاءت بعد 23 عاماً بثوب جديد هو صفقة القرن. لذلك نحن أمام مؤامرة مستمرة متواصلة، وللتوضيح لم تبدأ لا عام 91 في مدريد ولا 93، هي بدأ هذا المسلسل منذ عام 74 بشكل متدحرج وبشكل متواصل إلى أن وصل في مراحله النهائية بتطبيق ما يسمى بهذه الصفقة الذي تحدث عنها رئيس الفلسطيني وقال نحن مع صفقة القرن في بداية الفيلم الذي تم نشره أمام الجميع. بالثوب الجديد أصبحنا أمام ملفات واضحة، 5 ملفات تتحدث عن القدس واللاجئين والمستوطنات ومصادر المياه والمرتكزات القصوى للدولة الفلسطينية. والأخطر من كل هذا وذاك، فعلا بدأ التطبيق العملي بتطبيق هذه الصفقة من خلال أولا نقل السفارة الأمريكية للقدس، وثانيا اليوم يتم إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بشكل متدرج وبشكل منظم. وللتوضيح أكثر، الإجراءات الظالمة التي تتعلق بقضية فصل الموظفين في قطاع غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لا تطبق إلا بالنسب المحدودة جدا جدا والدنيا في الضفة الفلسطينية. هذا يؤكد أن التطبيق فعلا بدأ في قطاع غزة. وأيضا فيما بعد سيتم إنشاء هيئة جديدة لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين. تأجيل قضايا الوضع النهائي من المفاوضات إلى مراحل متقدمة ونهائية، وبالتحديد القدس، وثانياً قضية الإستيطان من خلال تبادل أراضي، ويحظى تفكيك المستوطنات، ويحظى استعمال الطرق الالتفافية، ويحظى على السلطة الفلسطينية تغيير الواقع الديموغرافي والسكاني.
اللاجئون يتم إلغاء الوكالة وتشكيل هيئة كما ذكرنا سابقاً، ويتم فيما بعد توزيع اللاجئين الفلسطينيين من خلال عملية التوطين في مختلف أصقاع الأرض. مصادر المياه تحدث بها الأستاذ فرج الغول. موضوع شبكة العلاقات الدولية جوها يعتمد على التنسيق الأمني، هذا التنسيق الأسود البائس الذي بالأساس هو وجد من أجل حماية قطعان المستوطنين وما يسمى بهذا الكيان المصطنع، ومن أجل أن يبقى يتمدد هؤلاء القتلة والمجرمين على كامل التراب الوطني الفلسطيني سواء في الضفة الفلسطينية أو الأرض المحتلة عام 48. لذلك هو لم يكن التنسيق الأمني إلا سيفاً مسلطاً على عقاب ليس المقاومة فقط بل على عقاب شعبنا الفلسطيني بمزيد من الإذلال ومزيد من القتل والذبح لكل أبنائنا شيباً وشباباً ونساءً وأطفالاً في الضفة الفلسطينية والأرض المحتلة عام 48. تمخض التنسيق الأمني بجوهة ونتيجة هو إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم من خلال عقد المجلس الذي عقد في غزة وتم إلغاؤه بشكل كامل. هذا كان إحدى ثمرات ما يسمى بشبكة العلاقات الدولية. الجانب الآخر أن هذه الاتفاقية بالأساس أيضاً كانت تحمل بعد باتجاه الفلسطينيين من خلال حرمانهم من كافة الحقوق وإلغاء كافة القرارات الدولية واعتبارها بحكم المنتهي. كل هذه القضايا التي تحدث عنها الإخوة ممن سبقني وتناولتها الآن كلها لم تأتي ولم تجلب لشعبنا إلا المزيد من الويلات ومزيد من قضم الحقوق. جوهر الصراع مع هذا العدو المجرم هي قضية اللاجئين. عندما نتحدث عن 8 مليون لاجئ فلسطيني موجود في الشتات، لا يحق لا لجهة ولا لإنسان ولا لمن تنازل عن صفد ولا حتى لتنظيم ولا لأي كان موجود على وجه هذه الأرض أن يتنازل عن هذه الحقوق الثابتة والمشروعة. هي حق فادي وجماعي لا تسقط بالتقادم، وسنبقى متمسكين بها حتى يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل إلى أن يتحقق الحلم الفلسطيني بالعودة إلى الديار التي شوهدنا منها وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية من البحر إلى النهر ومن الشمال إلى الجنوب. فيما النقطة الثانية وهو المطلوب، كيف نتصدى سبل التصدي لهذه الصفقة؟ أعتقد أننا نمر في ظرف مجافي تمر به القضية الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، ولكن كيف نواجه هذه السياسات موحدين؟ كيف نستطيع إعادة الاعتبار للمشروع الوطني؟ كيف نستطيع أن نحقق حلم أبنائنا وأحفادنا من أجل أن يعيشوا بعزة وكرامة؟ أعتقد أولاً من خلال التالي: أولاً يجب رفع الإجراءات العقابية الإجرامية المفروضة على شعبنا الفلسطيني، لأنه لا يعقل أن نتصدى لهذه الصفقة المشبوهة ويبقى قطاع غزة محاصرة لمدة تزيد عن 12 عاماً وتبقى هذه الإجراءات موجودة بهدف التجويع، وأننا جميعاً نؤمن أن هذا التجويع لن يذهب بنا إلا للتأكيع من أجل القبول بهذه الصفقات المشبوهة. لذلك هذه هي القضية الأولى والجوهرية التي يجب أن تكون المفتاح للانطلاق إلى القضايا الأخرى. ثانياً بالضبط هو تنفيذ اتفاق المصالحة 4 مايو 2011. هذا الاتفاق الذي شارك به الكل الوطني الفلسطيني، وكانت هناك واستمرت هذه الجهود لعامين متتاليين إلى أن وصلنا إلى هذا الاتفاق. ليس من حق أحد وليس من صلاحية أحد أن يلغي هذا الاتفاق أو يعتبره غير صالحاً لنا في هذه الظروف. نحن نؤمن بأنه هو المدخل الحقيقي الذي من خلاله نستطيع أن نؤسس شراكة وطنية ونستطيع أن نعيد الاعتبار لمصالحة حقيقية من خلالها نستطيع أن نواجه المشروع الصهيوني. ثالثاً عقد مجلس وطني توحيدي. هذا المجلس الذي عقد في المقاطعة في رام الله لا يمثل الشعب الفلسطيني بالكامل. عندما تقاطعه وتقاطع المجلس المركزي للجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمبادرة والقيادة العامة والصاعقة وبالأساس حركة حماس والجهاد الإسلامي غير موجودة فيه، بعتقد أن ما يزيد وما يصل إلى ثلثين الشعب الفلسطيني غير ممثل في هذا المجلس. لذلك هذا المجلس لا نعتاد بالقرارات التي صدرت عنه. لذلك مطلوب عقد مجلس وطني توحيدا حسب مخرجات اللجنة التحضيرية التي عقدت في يناير بيروت 2017 من خلال التمثيل النسبي الكامل لكل شعبنا، ليس في غزة والضفة والقدس فقط، لكل شعبنا في غزة والضفة والقدس، وعقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني كلما أمكن ذلك بالتمثيل النسبي الكامل، وإن لم نتمكن في بعض المواقع يتم بالتوافق.
تابعا يجب إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بهذا العدو المجرم وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة الأمنية والسياسية والاقتصادية وكافة المراحق التي تم التوقيع عليها فيما بعد. خامساً، مطلوب تعزيز مقومات شعبنا الفلسطيني. لا يعقل أن تدنس المقدسات، لا يعقل أن يحاصر شعبنا في الضفة الغربية، وأن تحول الضفة ليست إلى كنتونات، إلى معازل، وأن تحاصر غزة، وأن يسقط من غزة ما يزيد عن 198 شهيد، وما يصل إلى 21,000 جريح. وحتى هذه اللحظة لم يتم تعزيز هذا الصمود، بل للأسف تم منع وصول الدواء والعلاج للمرضى والمصابين من أجل أن ينهار قطاع الصحة ويموت الشهداء والجرحى في الشوارع. هذا غير مقبول علينا بالمطلق. نحن بحاجة إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وبالتحديد أيضا في القدس من أجل أن نواجه الاستيطان ومن أجل أن نواجه عمليات التدنيس للمسجد الأقصى. سابعا، يجب على القيادة الفلسطينية أن تذهب إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل تقديم هؤلاء الجنود من القتلة والمجرمين من الجنود والضباط وقادة العدو لمحاكمات عادلة حتى يستطيع شعبنا الفلسطيني أن يواصل مسيرة النضال والكفاح ضد هذا العدو المجرم. تاسعا وأخيرا، نحن لدينا أزمة مع القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الفلسطينية، أن هذه القيادة ما زالت تراهن على الدولة الأمريكي، هذه القيادة ما زالت تراهن على الدولة الإقليمي. نحن نقول لمن يراهن على هذا المجرم تام، بالأمس بدأ بتطبيق الصفقة السوداء، وقبل أيام قام بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. ونقول اليوم هم ليسوا منحازين إلى العدو الصهيوني، بل هم شركاء أساسيين وجوهريين، وهم على قدم الوثاق مع هذا المجرم نتنياهو وليبرمان وأشكنازي. لذلك مطلوب أن لا نراهن عليهم ولا على الإقليم. يجب أن نراهن على صمود شعبنا الفلسطيني من أجل أن نواجه هؤلاء المجرمين. أخيراً، يجب إطلاق يد المقاومة في الضفة الفلسطينية. يجب أن نساهم جميعاً في أن تنتقل الانتفاضة ومن سيارات العودة إلى كل ربوع فلسطين من أجل رفع كلفة الاحتلال واستنزافه وإرباك المؤسسة الصهيونية حتى نستطيع أن نحقق آمال وأحلام شعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال. وشكراً. نشكر الأستاذ ماهر. ملاحظة هي مهمة جدا. عندما سألوا رئيس الفلسطيني الشهيد الراحل ياسر عرفات حول وثيقة بيلين، بالضبط رئيس الفلسطيني أسماها تنصل منها أولا، وثانيا أسماها اتفاقية بيلين أبو بيلين. هذا مؤشف وموثق وموجود في كافة المستندات بوضوح، تنصل منها ولم يعترف بها وأسماها اتفاقية بيلين أبو بيلين. شكرا. نشكر الأستاذ ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية على هذا العرض الطيب، واستطعنا أن نأخذ بعض النقاط من خلال سنسجلها من خلال توصيات. فقط قبل أن نفتح المجال لبعض المداخلات القصيرة إن شاء الله من الإخوة الحاضرين، أقول بأنه يعني حتى هذه الوثيقة خالفت القوانين التي يطلب من حركة حماس ومن كل الجهات في غزة وفي الضفة الالتزام بها، القرارات الدولية التي نصت على حق العودة والتعويض للشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه. نود أن نشير كما ذكرنا بعض الإخوة أن القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان في 5/11/95، يعني بعد الوثيقة بأسبوع واحد، ويبدو أن إجراءات عباس هي فيها ضوء أخضر لممارسات على الأرض. فقطع الرواتب على سبيل المثال كان في ضوء أخضر الأمر وبتعطيل عملها وقطع رواتب بعض الموظفين لديها. فعباس قدوة لكل جريمة يجب أن يمارسها عدو على هذا الشعب وهو يبدأها ويقول الآخرين يعني افعلوا كما أفعل. سنأخذ بعض المداخلات إخواننا على سبيل السرعة. الأخ أبو مجاهد بأول المداخلين، والأخ أبو مجاهد تفضل.
أعطيه السماعة لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الجميل والمفصل اختبر الإخوة المتحدثين حقيقة. هذا ما فعله فريق التفاوض وفريق التسوية، لكن بالمقابل ماذا فعل المقاومة؟ أنا سأقول ماذا فعلت المقاومة. اليوم تمر ذكرى عطرة، ذكرى اتفاق أو ذكرى التوقيع على صفقة وفاء الأحرار، وبالتالي ماذا فعلت المقاومة؟ المقاومة التي مضت بهذا الخط الذي يمثل الشعب الفلسطيني استطاعت أن تستنقذ حياة أكثر من 1000 أسير وأسيرة من داخل سجون الاحتلال، وكانت الكلمة العليا بعد الله عز وجل لهذه المقاومة بطريقتها، بأسلوبها، بنمطها، بتحديدها للأسماء، لم يكن هناك استجداء بالمعنى التفاوضي. إذا هربوا من المفاوضات سنستمر بالمفاوضات. أي ديدن هذا؟ إنسان فلسطيني معروف أنه ذو قيمة، أنه كريم، أنه عزيز النفس، ولا يقبل على نفسه أن يستمر في نهج أهله تركوه. وبالتالي نحن اليوم وبعد مرور هذه الأعوام نستند إلى قوتنا وعلاقتنا مع الله عز وجل، ثم بهؤلاء الأبطال الذين صنعوا من السياسة مكاسب لشعبهم ولأبنائهم، واستطاعوا أن يمثلوا نموذجا سياسيا مفاوضا مقاوما في نفس الوقت. أما لغة الاستجداء التي لا تستند إلى قوة لن تستجد إلى الحقوق. شكرا لكم. حتى لغة الاستجداء ما عادت موجودة، هي لغة الانبطاح والتنازل أصبحت والتسليم مع الأسف الشديد. طيب تفضل. أيها الإخوة الكرام، ليس غريبا أن يسعى عدونا إلى أن يجد من بيننا أناسا يعاونونه على تثبيت اقتصاده، وهذا يحدث في كل مكان يجري فيه عدوان من قوة أجنبية على شعب آخر وثاني. المهم هو ثباتنا على أرضنا وثباتنا في التصدي لعدونا، ذلك هو ضمان انتصارنا النهائي في المستقبل. لذلك يجب أن نعمل على تدعيم صفوفنا، تدعيم وحدتنا، تدعيم تواصلنا مع بعضنا البعض وتعاوننا مع بعضنا البعض. أعني الوطنيين وليس أولئك الذين يتساوقون مع العدو ويمضون في خدمته. الوطنيون يجب عليهم أن يمكنوا تعاونهم مع بعضهم البعض وتكاتفهم في مواجهة هذا العدو ومواصلة محاربته حتى الانتصار عليه. ثباتنا في أرضنا، ثباتنا في مقاومتنا، ثباتنا في محاربة هذا الاحتلال هو ضمانة انتصارنا النهائي الأشيد عليه. أي كلام وأي مشاريع أخرى إن لم تكن تصب في هذا الطريق فهي تصب في مصلحة العدو. لذلك يجب أن نكون متفائلين متطلعين إلى مستقبل إن شاء الله. المقاومة لم تتوقف منذ بدأ هذا الاحتلال، لا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية ولا في الأرض التي احتلت في سنة 1948 على 49 واعتبرت جزءا من مجال قيام هذا الكيان الصهيوني الغاصب.
المهم هو العمل وليس الكلام. شكرا لكم. شكرا شكرا بارك الله فيك، وهذا يعني توصية مهمة جدا. تفضل. شكرا. حقيقة انه موضوع ثري جدا ويحتاج الى دراسة معمقة اكثر من هيك بكثير. بس اللي بدي اقوله انه بالنسبة لاتفاقية عباس بلين، هي لم تمت، هي حية تسعى وحية ترضى. جددها عباس في 2016 باجتماعه مع هذا واضح اعلاميا واضح. بدي اقول شغله ثانيه، انه هذه الاتفاقيه ما لم يطرح في هذه الاتفاقيه انه سيطرت اسرائيل على الاماكن الحساسه في القدس، يعني ما اعطوه لنا في القدس سيأخذونه من خلال السيطره على البراق الحساسه هذا والبراق طبعا لا يصنع. بدي اقول شغله، انه احنا علاقتنا بالتاريخ الفلسطيني علاقه مش 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 منطقيه مش طبيعيه. انا ادعو الى تاسيس جامعه للتاريخ، كليه للتاريخ. احنا حتى السياسيين الفلسطينيين علاقتهم بالتاريخ علاقه سيئه جدا. هو الانهيار بدا اليوم، الانهيار بدا مع الانقلاب على الاستاذ احمد الشقيري 1969. يحيى حموده لم يكن ابن عائله متنفذه ولم يكن ينتمي الى حزب متمثل، لكن جابوه بعد الانقلاب على الشقيري وصرح، وهم اللي حطوا التصريح في تنبر القائد وخصفته. قال نحن طرح دوله ديمقراطيه واحده، واذا كان اليهود الاسرائيليين لا يريدون دوله ديمقراطيه واحده يمكن تقسيم فلسطين على اساس من الحق والعدل. يعني تقسيم فلسطين مثلا حرف وعدل، واسرائيل جزء اليهود جزء من الحق والعدل. هذه مصر، يعني هذا الشيء يجب ان نفهمه في التاريخ. بعد ذلك طيب، بعد ذلك يعني جاء هو استدرك نفسه وقال المسؤوليه اكثر مني، هات واحد حمل المسؤوليه. يا اول شيء عملوه غير الميثاق، من ميثاق قوم فلسطيني الى ميثاق وطني، يعني غسل ايد العرب من دم الوطن. طيب ماشي الحال. 1974 اصبحت منظمه التحرير والرباط هي الممثل الشرعي للوحده، يعني قضيه مش فلسطينيه، قضيه منظمه التحرير. وبعدين طبعا منظمه 8000 بشكل دستوري ثاني من المصوري القضيه قضيه يسار. ب 1973 طبعا الخبر عشر احترام ياسر عرفات في مؤتمر الشبيبه العالميه في المانيا الشرقيه يقول له هونيكر، هذا الكلام من عند احمد عبد الرحمن مش عندي، واحمد عبد الرحمن هو ابن ياسر عرفات مدلل، يقول له هونيكر رتب لي لقاء واجتماع مع وفد الشباب الاسرائيلي. 74 قلنا ايضا مؤتمر الرباط مصر الشرقيه. طيب بعد ذلك تدخلت الامور بشكل، بدي انا اختصر لان بتقول لي بطل. والله اختصر شويه، هذه بدها ندوه لحالها بالقصه. 1978 الحسيني يعقد اتفاقيه مع ميرافق، ميرافق من قياده اليهود ومسؤول شبه اليهود، لا تختلف باي شيء عما جاء في وقت عباس. وبعد ذلك جاءت اتفاقيه. بالنسبه لعبد ربه، بالنسبه للاخ مزر، انا احد الاخوه من قياده فتح قلبي، انه ياسر عرفات بعت الناس على وثيقه الدليل على روما وبعت ناس يضربوهم في مطارات المعارضه. بالله. على كل حال على كل حال يعني خلينا يعني نحاول نركز في موضوعنا قدر المستطاع. عندنا المسيره، بدي أمجاد مثلا يا اخواننا، المسيره الشاي، مسيره حفلات التنكريه في بوسطن هي اللي قادت امريكا للاستقلال عن بريطانيا. مسيره الملح اللي قادها غاندي هي اللي قادت الهند الاستقلال عن بريطانيا. مسيره الباص او البطاقه هي اللي قادت جنوب افريقيا الاستقلال عن حكومه جنوب افريقيا العنصريه. هذه المسيره في الان يعني يجب اولا يمكن ان تقود فلسطين الاستقلال اذا توفرت ان شاء الله، اذا توفرت لها اولا الانتشار والامتداد في الزمان والتخطيط الاستراتيجي والقياده الاستراتيجيه ان شاء الله. حاول ان ننقل هذه المسيره الى الضفه الغربيه والى كل مناطق ان شاء الله. شكرا لكم اخواننا. يعني على السريع لو سمحت اعطي الاخ. بدايه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر الاخوه في المجلس التشريعي وفي كتله التغيير والاصلاح هذه الندوه، والناظر في التاريخ الفلسطيني حتى لا اطيل، ناظر في التاريخ الفلسطيني يرى بانه تختلف المسميات ولكن الواقع واحد. من وثيقة عباس بلين إلى صفقة القرن إلى الكونفدرالية إلى الدولة الواحدة إلى كل المصطلحات التي مرت على قضيتنا الفلسطينية، كلها تغصب في هدف واحد وهو تصفية القضية الفلسطينية. هناك حجر عثرة كبير اليوم يتخطى هذه أو يتخطى يعني يقف حجر عثرة في وجه
هذا التنفيذ لهذه الصفقة وهذه المؤامرات هو مسيرة العودة والمقاومة. خيار مسيرة العودة هو خيار استراتيجي تبنته فصائل العمل الوطني والإسلامي، فصائل المقاومة تبنى الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، وكذلك خيار المقاومة الذي تحمله فصائل المقاومة التي تحمل على عاتقها الدفاع عن أبناء شعبنا وتحرير الأرض وتحرير الإنسان. في كما في عام 2005 المقاومة بفضل الله عز وجل أولا حررت الأرض في قطاع غزة من العدو الصهيوني، وفي عام 2011 حررت الأسرى من سجون العدو الصهيوني. إذن نحن أمام خطان قويان، خط مسيرة العودة العمل الجماهيري والشعبي، وكذلك خط المقاومة المسلحة العسكرية التي تؤذي وتدحر العدو الصهيوني. وبارك الله فيك. جزاكم الله خير، شكرا لكم. أنا سأوجز على السريع بعض التوصيات التي أشار لها بعض الإخوة. من هذه التوصيات: ضرورة إجراء الانتخابات لإفراز قيادة منتخبة صادقة قادرة على حفظ الحقوق، تفعيل المقاومة بجميع أشكالها، تطوير انتفاضة القدس واستمرارها ومواصلة فعالياتها، استمرار مسيرة العودة الكبرى وتفعيلها في الضفة الغربية كذلك والشتات، مواصلة بيان جريمة التفاوض التي أدت بنا إلى أن يقوم هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بهذا التفاوض وهم غير مؤتمنين على القضية الفلسطينية ومقدساتها، العمل بكل الطرق والوسائل لإحباط جميع المؤامرات على القضية على رأسها صفقة القرن وكذلك وثيقة عباس بيلن، توعية الجمهور الفلسطيني بحيث يكون الجمهور محيطا بكل تفاصيل هذه الوثيقة، يجب على فصائل منظمة التحرير العمل بكل قوة ممكنة لإصلاح هذه المنظمة بحيث تعود لتعمل حسب اسمه وهو التحرير وليس الاستسلام والتنازل وخذلان الشعب والتآمر عليه، التنسيق الكامل والمتواصل بين جميع فصائل العمل الوطني من أجل تطوير وتحسين العمل الثوري والمقاوم وكذلك المواقف السياسية الحافظة للحق الفلسطيني، تحميل عباس وفريقه كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في الضفة بالتنازل والإجراءات الانتقامية في غزة ومواجهتها بكل الطرق. يجب أن تبقى جرائم عباس حاضرة عند كل حوار للمصالحة لأنه لا يصلح لأي حوار مع هذه الإجراءات الإجرامية والمفاوضات الانبطاحية لصالح الاحتلال. ضرورة مواصلة الحديث الجماعي الفصائلي مع جميع المؤسسات العربية والإسلامية وكذلك الدول والهيئات والجهات الرسمية فيها. توقيع رسالة جامعة إلى المنظمات الدولية لنزع صلاحية عباس وفريقه المفاوض، إقامة المؤتمرات المحلية والدولية حتى تبقى القضية حاضرة عند جميع أبناء الوطن في الشتات وأبناء الجاليات العربية والإسلامية وحرار العالم، وأنه لا شرعية للمتآمرين، لا تنازل عن حق العودة والتعويض عن سنوات التشرد التي مورست على الشعب الفلسطيني طيلة سنوات التهجير، العمل الحثيث على إلغاء اتفاق أوسلو المشؤوم بكل الطرق السياسية والإدارية والنضالية، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة وخاصة ما يمارس على الشعب في غزة من جرائم بمنع الدواء والتحويلات والرواتب وغير ذلك. شكرا لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.